السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا وين جمال بلماضي وين يعترف بصعوبة المهمة أمام بوركينا فاسو. والله نقول لك يا بلماضي، نقولها لك ونعاودها لك، غادي تلعب أمام أضعف منتخب في هذا الدور وهو بوركينا فاسو، جايب الاسم برك كيما انت عندك اسم تاع مدرب برك. هو بوركينا فاسو جايب الاسم تاع الجيل تاعها اللي فات، هذا ممكن. حنا بوركينا فاسو لعبنا لها دو ماتش، انت لعبت لها دو ماتش، لعبت لها دو ميت بانتيا كاليفيكاسيون كوب دي موند. عمرها ما كانت كبيرة، بوركينا فاسو كانت كبيرة عمرها. حنا كنا ضعاف بالخطة تاعك. كوراج يا صاحبي، كوراج، راك خايف، كوراج. غير المدرب تاعهم قال لك انا نعرف الجزائر، نورمال عادي، عندك ما عندوش الهجوم اللي عندك انت، نورمال عادي غادي يلعب بنات، نورمال عادي يلعب. كوراج يا صاحبي، شويه رجله تخلي رجله تخلي بالي، شويه تدخل ياه. صعيبه ماشي صعيبه، انا نشوفها صعيبه، انا ما غادي نشوفها صعيبه، غادي نشوف فيها سهله. المباراه هذه انا كون تايا اليوم تلقى موريتانيا ونقول لك صعيبه عليك، نقول لك صعيبه عليك. شوف موزمبيق دار دو دو مع الاخرى، خسر بثلاثه. موزمبيق دار دو دو مع مصر، خسر بثلاثة، خسر بثلاثة. وين موزمبيق؟ وين الأخرى كسبوها؟ وين الرأس الأخضر؟ نتايا الرأس الأخضر وين قال لك زهر ربحو غانا، زهر أكدوا اليوم البنت الأول شتاقي داير ولا راحت هاك، طلق عليه زودياك ولا لا زودياك طلق عليه. كما تشكل لها لا، خلي رجلات شويه تغلب عليك، كان لا صعيبه لا والو. تخوف انت، تخوف الغالي ولا كي، ولا بين تخوف من بعد تربح، ولا بين تخوف من بعد تخسر. والله مثلا لا، عندك 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 عندك, عندك ليفيكتيف، عندك كاع الامكانيات باش توقف، عندك كل الامكانيات باش توقف. انا نقولها لك. ونشط المدرب زوال يوم الجمعة ندوة صحفية بقاعة المؤتمرات لملعب السلام بمدينة بواكي، مسرح مباريات المنتخب الجزائري في نهائيات كان. وتحدث المدرب عن مباراة المنتخب الجزائري المقبلة أمام منتخب بوركينا فاسو ضمن المجريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لنهائيات كان 2024. شو انت يا فيتو لا تروح شوف المنافس، تتفرج في الفيديو تاعو كيف النقطه، تشوف الثلث الاول، الثلث الثاني، والثلث الاخير، كيفاش يطلعوا، كيفاش قاعد تتبع في لي زوسيو. هضروا ها منا ومن يخرج كمال مهوي قال لك راه زحفان يا ودي، بيت ولا تقول باللي راه يخدم وما راهش يخدم، ما راهش يخرج من البيرو تاعو، راه من الصباح حتى الليل يشوف شتا كاين منا يجي يقول لك باللي راه زعفان، ويقول لك باللي هذو اللي ينتقدوا محرز. يا ودي محرز، الحمد لله يا ربي، انا ما انتقدته ما والو، انا نهضر على روحي. اللي ينتقدوا محرز غير صحاب صحابك، صحاب صحابك اللي طاحوا عليه، عزوز مع الاول معزوزي كاع طاحوا عليه، كاع قنوات عندهم وضروا ينقلبوا. البارح يعني نهار الاربعاء في الليل بقلوبين غادي يلعبه، وانا قلت لكم، قلت لكم بلي يلعبه، يلعب محرز، محرز باباها، هو باباها. غالقين ناس، ما تغلطوش، ما تتقلقوش، انا خدام نقول لكم ما تتقلقوش، يلعبه هذاك كيسموه هذاك مسيلمه الكذاب، وهذاك بو كلمه وكلش. راهو في شهرين، راهو في شهر محرز يستاهل يدي، يدي 100 جوار، 100 جوار دافريك منا منا منا. ومن بعد خرج نهار بارتي دابا محرز، راه في عامين ما كان والو، محرز هكا والو يا ولدي. انت على تخيل كيما القنوات تاعنا، محرز يستاهل يديها 100 جوار محرز. ومن بعد اعطي، قال لك اعطينا محرز واش دار في من 2019 مربح محرز واش دار يا ودي. وراكم في شهرين وانتوما ها محرز يستاهلها، ها داروا مؤامره على محرز، ها محرز طيحوه، ها محرز داروا له، ها محرز مؤامره. تسمى هذيك هضره غير زياده، تسمى غير هكا تهضروا فيها، تسمى هذيك خليتها تفوت. من بعد نهضروا، من بعد نجيبوا لكم كاع صوالحكم. يا هذاك المخنث ذاك بو كلبه
محرز محرز دار والو مؤامرة جماعة مؤامرة. من بعد رجلها محرز راه في عامين ما دار والو في الجزائر. هما دار والو تما كيف كنتو تحوسو نتوما تما نتوما منافقين. قولوا لنا هذه هي. وأكد المدرب أن هدف الرئيسي لكاتبة الخط في مواجهة المقبلة هو الفوز على كاتبة الخيول لمحو خيبة تعادل إيجابي أمام منتخب أنغولا. على بالك كاين يقول لك المدرب الأرقام تاعو ما كاش اللي حققهم. وعلى بالنا على بالنا ما هو قاعد ياه صح غادي نعطيكم رقم سيء. على بالك بلي هذا المدرب على بالك راه تما مازال بارتي على بالك اليوم يربح يربح بسكور ولا على بالكم بلي هذا المدرب راه من 2019 اخر مباراه امام السنغال هدف لسب مازال ما ربحش يعني في الكوب دافريك كوب دافريك اللي فاتت ما ربحش كاع فيها وهذه مازال هذه هي باش يكون على بالكم. هذا فين يقدر نورمالمون دخلوا في 35 مباراه لا دخلوا في 35 مباراه. ويذكر أن المدرب بما قاله سابقا حول مستهد مشوارهم في نهائيات كأس أمم إفريقيا بأن الفوز في المباراة الأولى مهم جدا في سباق التنافس على اللقب. وأضاف في السياق أن التعثر في الجولة الأولى يعني وين يحتم عليهم فعل كل شيء لتحقيق الانتصار على منتخب بوركينا فاسو من أجل تصحيح المسار منتخب جزائري في عرس القارة. واعترف بصعوبة المأمورية أمام منافسهم المقبل يعني المقبل والذي وصفه بالمنتخب القوي والذي يعرفونه جيدا بما أنهم واجهوه مرتين في تصفيات مونديال وتعادلوا معه في كل مواجهتين. هذه هنا هو غبنك هذه تمشي مدرب أنت من تدير قائمة تديرها أنت محبة ما تجيبش الصح الصح ما تجيبوش تا هادي لي غابناتك نتا ما تجيبش الصح ما تجيبش باش يكون على بالك. وأشار المدرب أن المنتخب بوركينا فاسو يملك يعني الأفضلية طفيفا عليهم بما أنهم واجهوا المنتخب موريتانيا زوالا وهو التوقيت ذاته الذي سيلعبون فيه مباراتهم الثانية. هما راهم لاعبين على الزوج زوج ثلاثة زوج خطرات حنا غادي نلعبو غير خطرة واحدة. وتنطلق المباراة المنتخب الجزائري كل لعبوك على زوج خطرات على ثلاثة تقول يقول يخرج يقول لك مؤامرة لعبوك في الليل وخطرة من ويعاود يردوك في الليل. قلت لا أفضلية المنتخب بالك داروا مؤامرة مين لعب بالك مؤامرة هذي بالك مؤامرة. وتنطلق المباراة المنتخب الجزائري والنظير بوركينا فاسو في تمام الساعة الثالثة زوالا بتوقيت الجزائر وستدور يعني مجرياتها في ملعب السلام. ويتخوف الكثيرون من تأثير توقيت المباراة على مردود القائد رياض محرز ورفقائه خاصة بعد تراجع مستواهم البدني في الشوط الثاني من مواجهة المنتخب أنغولا رغم أنه لعبت ليلا ولكن في الرطوبة جد مرتفعة. هذا الخطر الرطوبة غادي تكون 25 دخلوا شوفوا دخلوا الجوجل وشوفوا الرطوبة غادي تكون 25% غادي تكون 25% الرطوبة. الحرارة حرارة نورمال بس الرطوبة هي اللي تأثر الرطوبة 25% هيا حاجة سهلة هيا فانك فانك هذا جاتك ها هيا هيا قالك ها قالك ها الزويجة خيمة العيدوني قالك ها الزويجة ها خيمة العيدوني اي بسم الله ها راهي عندك هي اي بسم الله ها خلي 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 غانا تدي خلي بوركينا فاسو تدي ثلاثه وتروح صحتهم يدو ثلاثه دوشوا لهم وخليهم يروحوا عادي نقول لك كلا ما عندك شوف بوركينا فاسو ديرك خايب منها اضعف منتخب في الجروب تاعك وبالك نقول بلي اضعف منتخب في لي جروب كاع بوركينا فاسو اضعف منتخب اللي غادي نلعبو امام اضعف يا وانت مش راك عارف الجيري يا بوركينا فاسو ما كان والو نورمالمون كنت تصب بلونترينير تاع موريتانيا وقلت له هادي شويه هكا نورمال عادي اشقاء نورمال يعاونك صدق عليها لا
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد، واللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم.